صباح الخير عليكم البنات، لاباس عليكم؟ كيف دايرين؟ نتمنى يا ربي ان شاء الله يلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال. اليوم ان شاء الله جيت نصايب معكم واحد الطاجين اللي غزال وسهل، ما فيهش شي حاجه صعيبه. المهم انا عندي واحد الحوته، المهم الطونه، وقلت نصورها معكم طاجين. المهم البنات هانتوما نحتاجوا في المقادير، عندي هنايا حوته ديال الطون مقطعه هكا طريفات ما خليتهاش مزديه، عندي هنايا ثلاثه ديال الخيزويات قطعتهم وسلقتهم من قبل، وعندي هنا طونج ديال الحامض، عندي شويه الفلفله وتقريبا 500 غرام ديال الماطيشة، جوج معالق كبارين دربي، عندي بطاطا اللي غادي ندير في الطاجين، والتوابل خلاص عندي هنايا التوابل ديال الحوت، عندي التحميره معلقه كبيره ونص، وعندي شويه ديال الخرقوم، شويه ديال الحار، المهم البنات الحار على حسب الذوق ديالكم، عندي معلقه صغيره ديال الابزار ومعلقه كبيره ديال الملح، وضامات ديال الثومه ثلاثه ديال الضامات. المهم البنات خليكم مع الفيديو حتى الاخير، دابا غادي ندوزو ان شاء الله باش نشرملو داك الحوت ونردو يطيب ان شاء الله، تبعوا معايا حتى الاخير. البنات غادي نخلطو دابا هذيك الشرموله اللي عندنا، وبعدا راه نسيت واحد الحاجه، راه نسيت ما حطيت لكم قبيله القياس ديال الماء والقياس ديال الزيت. المهم راه عندي كاس ديال الزيت ما عامرش، وعندي كاس ديال الماء باش غادي نخلط هذيك الشرموله اللي كاينه باش غادي نشرملو داك الحوت. المهم تبعوا معايا الفيديو حتى الاخير الحبيبات ديالي. كملتو استفنا داك الخضيره كامله وقاديناه، دابا غادي نردو يطيب فوق نار مهيله شويه، ومن بعد ان شاء الله ملي يطيب غادي نرجع معكم باش تشوفوا الشكل النهائي ديالو. حبيبات ديالي ها هو الطاجين وجد، ها نتوما البنات راه كيف نزلتهم فوق البوطه، جبتو لكم كنصور لكم باقي سخون.
عتي البنات راه جا الصراحه جا غزال ما شاء الله، ونتمنى منكم ان شاء الله تجربوا حتى نتوما وتقولوا لي كيفاش جاكم. وما تنساوش في الفيديو ديالي اللي اول مره كيدخل القناه ديالي، مرحبا به، نتمنى منه يشترك في القناه ويضغط على الجرس باش يوصلكم جديد ان شاء الله. والى فيديو قادم ان شاء الله، خليت لكم الخير حبيبات ديالي، باي باي، تهلاو فراسكم.